فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلدنا عندهم أمور وبدع يفعلونها للميت، ومنها إنهم يجتمعون ويختمون القرآن على نية الأجر له. يقول: ما نصيحتك؟ لا أصل لهذا، ولو أنهم دعوا له واستغفروا له أو تصدقوا عنه كان هذا أنفع للميت، وهو الذي ورد به الدليل. أما قراءة القرآن للميت ما ورد بها دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من تعذر، يستأجرون المقرئين يدفعون لهم مبالغ، ولو أن الدراهم اللي يدفعها للمقرئين أو للحفل هذا تصدقوا بها عن الميت فكان هذا هو الذي ينفع الميت. نعم.